أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. أعود إلى السيد ياسر فرحان. سيد ياسر، ربما لو نريد أن نعرف المشاهد الكريم على الجولان، نبذة عن الجولان، يعني تاريخ احتلاله، لمن يخضع الآن، ما هي أوضاعه ربما السياسية والجيوسياسية والاقتصادية؟ طبعا مرتفعة الجولان هي منطقة سورية احتلتها السلطات أو القوات الاحتلال الإسرائيلية في 67 بحرب حزيران. وخلال عام 67 كما يعلم الجميع كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع، وقد أثيرت كثير من القصص وقدمت كثير من الوثائق بأن هذا الانسحاب الذي أعلن عنه حافظ الأسد كان مفتعلا، كان منسقا مع سلطات العدو الإسرائيلي. ذلك أن أبناء المنطقة يروون كثير من القصص والحكاية حينما أعلن بأن القوات الإسرائيلية تتقدم وتحتل المناطق في الجولان، كانوا أبناء هذه المناطق يعيشون بشكل طبيعي، يعني هم ومواشيهم وزراعاتهم لا يرون، يبحثون عن جندي إسرائيلي في تلك المناطق، لم يكونوا في هذه الساعات بالذات يجدون أثرا لذلك. وبالتالي انسحبت القوات السورية ووقع الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي. فيما بعد وخلال كل هذه الفترة الطويلة، تقريبا نصف قرن، الجبهة على الجولان هادئة تماما. اليوم بالتحديد التقيت مع صديق عزيز من أبناء الجولان يروي لي الحالة على الحدود، يقول لي أكثر شيء يلفت انتباهك عندما تصل إلى الشريط الحدودي قرب الجولان المحتل، تسمع بكثافة زقزقة العصافير. هذه العصافير والغزلان التي تراها ما بين وقت وآخر تتركض في هذه الهضاب، يعني بأن هذه المنطقة تحولت إلى محمية طبيعية، يعني إنها في حالة أمان كامل، لم يطلق إطلاقا أي يعني من النيران يزعج هذه العصافير، وبالتالي استوطنت في هذه المنطقة، يعني ليس هناك أي صخب، أي ضجيج، أي تبادل حتى لجبهة، لا أقول ساخنة لكنها حذرة، حيث حتى هذه الجبهة ليست في يعني حالة من الحذر. طيب أعود إلى الدكتور أسامة الملوحي. دكتور أسامة، يعني ما الذي دفع الكيان الصهيوني لتسخين هذا الملف الآن، ملف الجولان المحتل في هذه الظروف التي تعيشها سوريا؟ هل تعتقد أن مثل هذا الملف بالفعل واقعي بمفرداته، أم أنه ربما بالون اختبار لأهداف غير معلنة وغير معلومة؟ أولاً، ما سرب من أن هناك تفاهم أمريكي روسي بشأن قضية الجولان وإعادتها إلى سوريا، هذا الأمر أنا أظنه عبارة عن تسريبات غير صحيحة، وستسمعون نفي من كلا الطرفين الأمريكي والروسي، نفي قريب وسريع جداً لهذا الأمر، وسيأخذ يعني طول إسرائيلي من بوتين تطمينات يعني كبيرة جداً يعني في هذا الملف. أمر آخر، يعني بدلا أن نتكلم عن زقزقة العصافير، اليوم المنطقة لا فعلا فقدت يعني رونقها وسلمها، فقدته في الأشهر الأخيرة، والمنطقة هنا يجب علينا أن ننظر إليها بشكل جيد لنعلم أن إسرائيل في قلق حقيقي. يعني يا دكتور أسامة، هذا نقل ضيفنا السيد ياسر فرحان، نقل عن واحد من أبناء تلك المنطقة. هذه الأحداث التي تحمل دلالة معينة، تفضل. تمام، إسرائيل اليوم قلقة جدا، وهي تريد حسم هذا الملف، تخاطب المجتمع الدولي أو أمريكا وروسيا، وتريد ربما ضم حقيقي ونهائي للجولان، إلا أنها أصدرت في السابق قرارا بضم الجولان إلى كيان إسرائيل. لذلك هذا إسرائيل تخشى زوال بشار الأسد، هذا هو الرابط، لذلك هي تحاول أن تستبق، تخبر بأن بشار الأسد إذا زال فهذه المنطقة ستكون منطقة محرمة، يعني ولن تعود إلى سوريا لا بمفاوضات ولا بغير ذلك. إذن يمكن أن تكتسب هذه المعلومات شيئا من الواقعية يعني. طيب ابقى معي، أعود إلى السيد سعد وفائي. سيد سعد، يعني المعلومات تشير إلى نية نتنياهو زيارة موسكو من أجل التباحث مع بوتين حول مرتفعات الجولان السورية، هل برأيك هذا يعني في هذا تحييد ربما للولايات المتحدة كون الدعم للأول للكيان؟ المتمسك في، انا اخشى ما اخشاه ان يكون موضوع الجولان بعد ان اهلت حافظ الاسد ان يصل الى رئاسه الجمهوريه ويحكم 40 عاما ثم يورث ابنه، فاني اخشى ما اخشاه ان تكون صفقه عوده الجولان
هي لتأهيل بزمن بشار الأسد، بوجود بشار الأسد، هي لتأهيل بشار الأسد يحكم سوريا ومن بعده حافظ أسد. وبالتالي المتمسك في بشار الأسد هو روسيا وليست أمريكا. فإذا تمت هذه الصفقة وهي إعادة الجولان إلى سوريا من أجل تأهيل بشار الأسد، إعادة تأهيل بشار الأسد، وأنتم تعلمون كم يعني الجولان هي قطعة من كبد كل سوري، فعودتها ربما يعني تنسي كثير، ويبدأ الكلام عن موضوع بطولات المجرم بشار الأسد. فبالتالي ممكن أن يكون التأهيل، إعادة تأهيل بشار الأسد المتمسك به هو روسيا، وبالتالي نتنياهو ذهب إلى من هو سبب الصفقة هذه، إذا كانت هذه الصفقة، وأنا أعتقد أنها موجودة، خاصة وأن الجولان كما ذكرته في تقديركم في عام 1980 حتى لم تذكر أنها قطعة من إسرائيل، وإنما هي تحت السيادة الإسرائيلية. صحيح. أي أن الدول بشكل عام أو المجتمع الدولي لم يعطي إسرائيل الأحقية والشرعية لاحتلال هذه الأراضي عام 1967 ككل، ومنها الجولان. طيب يعني هذا نعم عفوا هذا 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 يفرض سؤال على السيد ياسر فرحان، ما الذي دفع الرئيس الأمريكي والروسي لتبني خطة تقضي بعودة الجولان للسيطرة السورية؟ هل بالفعل الكيان الصهيوني سيتنازل بسهولة عن هذه المرتفعات؟ أنا لا أصدق إطلاقا بأن الروس والأمريكان يتفاهمون حول خطة تتعلق باستعادة الجولان، يعني هذا التسريب أنا أيضا لا أصدقه. لكن بالمقابل يعني أعتقد من السذاجة التفكير بأن إسرائيل تحتاج إلى بيان لتخاطب أو توجه رسالة إلى كل من روسيا وأمريكا أو العالم يقضي بأنها تريد الاستمرار بالاحتفاظ بالجولان ل يعني تأمين حالة من أمن حدودها. يعني إسرائيل حتى الآن نعلم بأنها تسعى إلى إيجاد بدائل في حال رحل هذا النظام، وكل الأطراف الدولية الراعية يعني تصل إلى هذه العقدة وتتوقف، لأنها تعتقد أو يعني تتيقن بأن إيجاد بديل يحافظ على أمن إسرائيل من الصعوبة توفيره في هذه الظروف. الشعب السوري منذ البداية صرخ في هتافاته وقال بأن الجولان قد بيع لإسرائيل، يعني لم ينسى الشعب السوري، حاضرته ما زالت مستيقظة وما زال يدرك أبعاد يعني قضية الجولان ووصفها بأنها حالة من الخيانة. بالمقابل يعني إسرائيل حينما أو الحكومة الإسرائيلية حكومة نتنياهو عندما توجه مثل هذا التصريح فهي بالتأكيد تخطب أو تحاول أن تخدع وتخطب ود جمهورها كما يفعل نظام الأسد. يعني في كل الوثائق التي يقدمها الجعفري للأمم المتحدة يقول فيها ضمن بند واضح بأن الجولان محتل ويجب استعادته. في المبادئ التي قدمها أو النقاط الأساسية التي قدمها وفد النظام إلى المبعوث الدولي ديمستورا قال بأنه يعني الجولان يجب أن تعاد وهي محتلة، وهو بذلك يحاول أن يستمر بتثبيت حالة من الصورة التي اهتزت بأنه نظام الممانعة. طيب. ديمستورا أيضا في وثائقه قال بأن الجولان تعاد بالطرق السلمية، وهو بذلك يمنع استخدام يعني أو يبعد الأنظار عن استخدام حق القوة بعودتها، لأنه إحنا كما وصفها يعني المجتمع الدولي بأنها تحت الاحتلال، وبالتالي أي هذه المنطقة التي تكون تحت الاحتلال هذا يعطي فرصة للمجتمع مشروعة، وحتى القرارات الدولية للمجتمع الدولي بأن يأخذ ويعطي في مثل هذا الملف ويجعله ربما ورقة تفاوض أو ضغط على أحد الأطراف. دعني أنتقل للدكتور أسامة الملوحي مرة أخرى. دكتور، هل تتفق مع السيد سعد وفائي بأن ربما يعني مثل هذه الخطوة أو فتح مثل هذا الملف والترويج له بهذه الطريقة هو يعني إعادة إنتاج وتلميع للنظام عبر فتح مثل هذه الملفات الحساسة في هذه الظروف التي تعيشها سوريا؟ يعني ربما هذا الأمر كان واردا في بداية الثورة، كان من الممكن، وأستغرب لماذا لم يعني يكون هناك تنسيق فعلا. يبدو أن هذه الخطة لم تحظى بالأغلبية بين إسرائيل وآل الأسد، لأن هذه الخطة فعلا في 2011 أو 2012 كان من الممكن أن توقف الثوار، لأن الثوار وطنيين أو الوطنيون الوحيدون في على الساحة السورية هم الثوار السوريين. كانوا من الممكن، وأنا تلمست ذلك منهم مباشرة على الأرض،
كان من الممكن أن يؤجلوا أو أن يبطئوا من أو أن يوقفوا حرفهم إذا حصل صدام بين إسرائيل وبشار الأسد. ولكن اسمح لي أن أقول لك باختصار لأن وقت الحلقة انتهى دكتور. الجولان منصة من جهة إسرائيل الانحدار قوي جدا من جهة فلسطين عفوا ومن جهة سوريا تدريجي، لذلك من تكون بيده هذه المنصة يشرف بصواريخ متوسطة المدى على تل أبيب وحيفا وعكا، لذلك لن تسلم إسرائيل الجولان إلا أمينة لبشار ممكن، ولكن بشار الأسد لا يسيطر على الأرض، في القنيطرة لا يسيطر، في درعا وضعت الصورة. دكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، شكرا جزيلا لك وعذرا على المقاطعة لانتهاء وقت الحلقة، وأشكر أيضا ضيفي في الاستوديو السيد ياسر فرحان عضو الائتلاف الوطني السوري، وعبر الهاتف السيد سعد وفائي الأمين العام لحزب وعد، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، ألتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، في أمان الله.